معكم عبارة بهاجة، راح أشرح لكم شابتر 10 لسن 24 من chemistry aldehyde and ketone للصحة العامة. طبعا هذا اللسن فيه هو self reading ما ينشرح، ولا هو داخل معنا في الكويز أو في الاختبارات بشكل عام. فكرة اللسن هذا مرة سهل، في بس تتعرفون على الأيزومر والتفاعلات الكيميائية والخصائص الفيزيائية. طيب، أول شيء راح ندرس الألدهايد والكيتون. إحنا في اللسن اللي قبل قلنا إن الألدهايد والكيتون كلهم من نفس الفانكشنال جروبس، فدامهم نفس الشيء فمعناته إنهم أيزومر، واسم الأيزومر هذا اسمه فانكشنال أيزومر. طيب كيف نعرف؟ على طول، كربون وترتبط مع أكسجين يبقى لها ربطتين فاضية، هذه تشبه هيدروجين ولا R أي شيء. فدمني أشوف هذه المجموعة على طول أعرف يا إن كيتون يا ألدهايد. فلو أعطاني ألدهايد في السؤال قال لي أعطيني أيزومر، أول شيء راح أدور على مركب كيتون وأختاره. طبعا إذا حدد لي قال لي functional isomer، لأنه في isomers غير راح نتعرف عليهم الحين. شوفوا هنا شارحها لنا، شوفوا نفس الكلام اللي قلته، نفس الشيء، نفس ال functional group، بس اللهم تختلف بإيش تركب مع بعض. دامني شفت هيدروجينة طب بقول إن aldehyde، ما في هيدروجين في مركب كده عادي هنا الكايل، على طول أقول كيتو. خلاص بتسعة. طبعا دام انهم ايزومر معناته نفس عدد الكربونات، شوفوا 1 2 3، 1 2 3، نفس عدد الهيدروجين 3 6، 1 2 3، 3 6، اكسجين واحدة نفس الشيء. فهمتوا؟ لازم تتأكدون بعد ما تختارون، ممكن يعطونك كيتون خيارين نفس الشيء كيتون، فتعدين عدد الكربونات الهيدروجين والأكسجين إذا كانوا نفس العدد فتختارين. طبعا هنا السؤال which of the following pairs are isomer. اكتبي نوع الايزومر. أول واحد نعد، هو نشوف إنه functional صح، بس لازم نتأكد من عدد الكربونات، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، غلط، ما في no isomer. طيب الثانية نفس المركب بنزين نفس التفرعات هذه اللي طالعة منها، لكن في اختلاف في المكان. دام اختلف شيء في المكان حقه ايش اسمه؟ نسميه بوزيشنال، اللي هو مو لازم يكون مركب، ممكن عادي لو الرابطة. فدام اسمه بوزيشنال يعني معناتها الوضع حقه تغير. طيب الثانية، اوكي هنا نشوف ان يتشابهون ان نفس موقع الرابطة، لكن الاختلاف في السلسلة نفسها، يعني هذه متصلة هذه فيها تفرع، لكن لو جلسنا نعدهم يعني هنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، نفس الخمسة كربونات بنسميه chain، يعني ممتدة من كلمة السلسلة. يعني خلاص أعرف إنه معناتها تغير في السلسلة مو في الرابطة. طيب الأخيرة هذا على طول عرفت إنه الدهايد لأنه في الطرف، وهذه في النص يعني كيتون. دامهم الدهايد وكيتون قد حين من عدد الكربونات، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، عندي أكسجين وحدة، أكسجين وحدة، الهيدروجين ما يحتاج نتأكد منها بهذه الطريقة لأنها خلاص محذوفة يعني للاختصار، فنسميها functional isomers. شوفوا نتأكد not isomer positional وشين بعدين functional. هنا نفس السؤال بس معناك الحين نبدأ في الخصائص الفيزيائية حقتها.
البويلينج بوينت اللي هي درجة الغليان، يقول لك the polarity of the carbon group makes the aldehyde and ketone polar molecules. الرابط الفانكشن جروب هذه تساعد الألدهايد والكيتون إنهم يكونون مركبات قطبية، ودامها مركبات قطبية والموية قطبية، نعرف القاعدة اللي تقول المذيبات تذيب أشباهها، معناتها إنه الكيتون والألدهايد يتفاعلون بدرجة الغليان، يعني يغلون يعني. فهمتوا؟ طيب نشرح ليه تذوب أو تغلي. عندنا حين الأكسجين والـ H2O، هذه موية. الأكسجين حين نعرف إنه يرتبط برابطتين، فعادي ينفك هنا ويرتبط مع الموية رابطة الهيدروجين. ياه، خلوني أعيد. الحين الأكسجين يرتبط رابطتين، تمام؟ إذا تفكك وزي كذا الروابط، ممكن يرتبط مع الهيدروجين حقة الموية برابطة هيدروجينية زي كذا، فهمتوني؟ طبعا الأكسجين نعرف إنه سالب من الجدول الدوري، إنه سالب 2 أعتقد، خلونا نتأكد. ياه، سالب 2، يا سالب 2. بس هذه معناتها إنه إذا كان المركب قطبي معناتها إنه شحنة جزيئية، فهمتوا؟ فهذه شحنة جزيئية سالبة، والكربون موجب، فهمتوا؟ فإذا كان في شحنات يعني معناتها بتذوب في المركب، لأنه عندنا كهروسلبية. نشوف الجدول هذا، مقارنة لأنواع القوة حقت الروابط. كيف أشرحها؟ الروابط، مو الروابط اللي داخل الجزيء، لا، الروابط اللي بين الجزيئات. يعني مثلا عندي هنا كيتون، ما شاء الله، كيتون أربط مع كيتون، مو الكيتون تشوفون الرابط اللي داخله، لا لا لا، مركب مع مركب، توني. فعندنا الحين مسوي مقارنة بين الألكان والإيثر والألدهايد والكحول، وين كيتون ما أدري ليش محطها، بس أتوقع ممكن الألدهايد نفس مستوى الكيتون، ما أدري. الزبدة، حنا عندنا أربع أنواع للقوى: الديسبريشن اللي هي التشتت، والتشتت، ويك دايبول اللي هو ثنائية القطب الضعيفة، وسترونج اللي هي القوية، وأقوى وحدة هو المعطلة، هيدروجين بوند هي الرابطة الهيدروجينية. شوفوا هذا أنواع القوى. البويلينج بوينت درجة الغليان تزيد مع قوة الرابط، فمعناتها علاقة طردية بين درجة الغليان ودرجة قوة الرابط. قوة الرابط تقولون ليش تزداد مع بعض؟ انت تخيل عندك رابطة قوية تحتاج انك تزيد من درجة الغليان عشان تتفكك، اوكي؟ نعيد آخر نقطة، إنه لو زدنا قوة الرابطة فإحنا نحتاج إلى نزيد درجة الغليان عشان نقدر نكسرها ونفككها. ممكن يقول لي which of the following هو أقوى رابطة، ويعطيني أسماء الفاميلي هذه اللي هي الكان إيثر الألدهايد الكحول، تختارون الكحول، وإذا ما حط لي الكحول أختار ألتهايد، وإذا ما أعطاني الألتهايد نأخذ الإيثر، وإذا ما أعطاني الثلاث نختار الألكان. أنا الألكان ما أعرف شيء يعني، ما أتوقع. سولوبلتي معناتها الذائبية. طيب إحنا دامنا نعرف نفس اللي قلت لكم إياها، المذيبات تذيب أشباهها، اكتبوها وتسهل لكم حياتكم. الألدهايد والكيتون هم بولر، والمويه بولر، كلهم قطبية،
دامهم الثنتين قطبيتين فمعناتها انها الذب، يعني معناتها السلوبلتي. ممكن يعطيني سؤال which of the following يذوب في المويه؟ يعطيني مركبات الكان، الكين، الكاين، والدهايد. تختار طبعا الألدهايد لأنه هو اللي يحب يذوب في المويه. طيب ها، شنو السبب اللي مخليها تذوب؟ عندي أنا، ما قلنا لكم إنه عندي أنا في الفانكشنال جروب بي أكسجين. الأكسجين تسوي رابطة هيدروجينية مع هيدروجينة المويه. إن شاء الله وصلت لكم. يعني دققوا على الأكسجين حقة الفانكشن جروب ودققوا على ذرة هيدروجين مع حقة الموية، الثنتين راح يسوون رابطة هيدروجينية. تقولون شنو هي الرابطة الهيدروجينية؟ الرابطة الهيدروجينية هي معناتها إنه هيدروجين يرتبط مع المركب الثاني لكن بأحد هذه الذرات واللي هي أكسجين ونيتروجين وفلور، إذا ما خاب ظني، فهمتوا؟ فعشان هي كذا هي أقوى شيء، تمام؟ أوكي، طبعا هنا في الرسم تنحط نقاط، لكن لو مثلناها خطوط تمثيل يعني خطوط زي كذا تنحط خطوط الرابطة، ما تنحط خط يعني سبيشال، هي رابطة سبيشال. طيب هو إيش الفرق بين هذي وهذي؟ هذا ألدهايد، هذا كيتون، نفس الكلام في الكيتون، نفس. حين الأكسجين لما نمثله زي كذا يبقالنا في الرسم حق لويس يبقالنا نقطتين زي كذا، هذه واحدة مع هيدروجين وهذا مع هيدروجين حقة الموية، بس عشان يشرح لكم يعني كيف شكلها. طبعا هذه لازم تحفظونها حفظ. دحين يقول لك في مركبات منهم يذوب في الماء وفي مركبات ها وها يعينس او شبه، وفي بعضها ما يذوب في الماء. فعشان نحفظ نركز في عدد الكربونات من 1 إلى 4 تذوب في الماء سلبل، لكن اللي رقم 5 يعني اللي هي بنتان أو بنتانال وبنتانون هذولي شبه ذائبية، أما الهكسان وما بعدها مذوب في الموية انسلبل. هذه احفظوها خلاص سهلة، من 1 إلى 4 تذوب، 5 شبه، و6 ما فوق لا تذوب. طيب الحين التفاعلات الكيميائية، التفاعلات الكيميائية اللي هنا الأكسدة والاختزال، الألدهايد والكيتون. أول شيء الأكسدينيشن اللي هي الأكسدة، ودام بأكسدة معناتها إضافة أكسجين أو نزع هيدروجين أو نزع ذرة إلكترون، إلكترون معلش. طبعا اسمها الاكسيدينيشن او فلتهاد اسمها تولنت تيست. اوكي، فلما نقرا تولنت تيست على طول بقول ان الاكسدة. يقول لك الالدهايد ار ايزلي اوكسيدنايزد تو كاربوكسيليك اسيد، يعني هذا نحط هايلايت بنفسجي كذا عشان نتذكر. الأكسدة الناتجة من الأكسدة في الألدهايد كاربوكسيليك أسيد. تونس ريجنت اللي هي هذا المركب اسمه طويل AgNH3 2 هيدروكسيل. أوكي، تونس ريجنت اللي هي ذرة ذرة الفضة، يب ذرة الفضة يصير لها اختزال، بس الألدهايد يصير لها أكسدة. أنتم تعرفون إنه كذا أكسدة بعدين اختزال، تعرفونها صح؟ إن شاء الله، لأن أنا الصراحة مو مرة في الأكسدة والاختزال. لما يتأكسد هذه أهم حاجة، لما يتأكسد
الألدهايد بيصير لنا كاربوكسيليك أسيد، طبعا التسمية لازم تركزون فيها، إيثانال، النال، يعني إيثانال بيصير إلى أوك، أوك هذا المقطع حق الحمض الكربوكسيلي هو إيثانوك أسيد، لازم نضيف بعدين كلمة أسيد. طبعا هنا في الأقواس هذه أسماها الكومون نيم. طيب تونس ريجنت، عامل، فهمت إنه عامل تونس، هذه أتوقع ناس سويناها تجربة في المختبر، التست تيوب لما غليناها في الموية، مو غلي، أحطيناها في حمام بخاري وطلعناها، كونت لنا في القاع مراية سيلفر اللي هي مراية فضة، عرفتوها؟ أتوقع إنه تجربة رقم 2 أو 3، أوكي، مو مهم مو مهم، بس إنه تخيلوها عشان ما تنسونها. الريدكشن دحين أنا اللي فهمت دحين إنه الأكسدة فقط في الألدهايد ما تكون في الكيتون، هذه سلايدة، السلايد اللي بعدها الاختزال يكون في الألدهايد والكيتون. طيب إذا كان اختزال معناتها بضيف هيدروجين ولا بضيف إلكترون ولا بحذف أكسجين؟ طيب الألدهايد بيعطيني اسم المركب بروبانول، ضفنا على هيدروجين ذرتين من الهيدروجين طلعنا 1 بروبانول، أول هذا كحول، لكن كحول من أي درجة؟ نحطها هايلايت، كحول من الدرجة الأولى. تقولون كيف نعرف وما أدري وشو؟ عندي هذا المركب الكربون الملتصقة في مجموعة الهيدروكسيد، نشوف كم تفرع معها، هنا تفرع 1 R، تفرع تلتصق بكربونة ثانية مو بهيدروجين، لا هيدروجين هاي ما لها دخل، مع كربون، كربونة واحدة، عشان كده احنا صنفناها رقم 1، لكن اللي تحت هذا بروبانون يعني كيتون، الكيتون الكحول ولكن من الدرجة الثانية، فعندي هنا الكربونة الأساسية متسقة مع مجموعة الهيدروكسيد، التصقت مع كربونتين من يعني R، R يعني R بس دبل، فدامها ثنتين فهي من الدرجة الثانية، يعني معناتها الخلاصة الألدهايد سوى سوى ريدكشن طلع لي الكحول من الدرجة الأولى، إيتون سوى ريدكشن طلع لي كحول من الدرجة الثانية، أوكي؟ طبعا يقول لك إنه لازم فيه مسرع للتفاعل وينحط فوق السهل، بس في شيء جديد هنا، الألدهايد برايمري كحول أند كيتون إز سكندري كحول. ايه هذا نفس الكلام، انه يا نلقى نايكل ولا بلاتينيوم ولا بلاديوم، بس انه تسريع للتفاعل بس ما هو مهم، هذه اللي هي اهم شيء. طبعا مو بلازم يعطيني هيدروجين، ممكن ينزع لي اكسجين، درجة الاكسجين هنا ننزعها ولا ننزع قصدي نضيف إلكترون. طيب هذا هو الإكسامبل عندنا، على طول هذا بصنف ألدهايد، وشفت تولين تولين على طول تعرف إنه أكسيدنيشن، فمعناتها الحمض الكربوكسيلي بيطلع لنا، فيسميه بيوتانيك أسيد، نسيت كلمة أسيد وهي مرة مهمة، وكنت منقصين ربع عليها. هنا نفس الشيء تولينس على طول، هذه مرة مهمة حطوها هايلايت، عندي هنا كيتون، كيتون ما يتأكسد، فتقولون نو رياكشن، تأكدوا من المركبات بشكل بهبد، تأكدوا هنا ألدهايد الأولى، ألدهايد الثانية كيتون،
الثالث شنو؟ الدهايد. في هنا هيدروجين، ولازم يحط لكم ياها زي قوشية زائد هيدروجين. لا عادي فوق السهل. وفي عندي مسرح، فعلى طول بقول ريدكشن، دام عندي ريدكشن يعني معناتها الناتج كحول، لكن كحول من أي درجة؟ كحول من الدرجة الأولى، تسمونه ميثيل إيث، إيثانول، إيثانول، إيثانول. إذا كان الدهاي بنسميه إيثانايل، لا إيثانال، إيثانال، خلونا أكتبها عشان نطق غلط. إيثانال هنا بيصير إيثانول، مقطع أول للكحول وآل للألدهايد. ما طلبت تسمية بس يبغى يعرف النواتج حقة التفاعل. I gave the product for each of the following reaction. أعطيني الناتج من التفاعل كيتون، سوينا له اختزال ريدكشن، بيطلع لي كحول من الدرجة الثانية، يعني معناته راح أكسر رابطة واحدة من هذه وبحط هيدروجين هنا. طبعا ما يحتاج، إذا كان بالخطوط ما يحتاج ترسمون الهيدروجين. وعندي هنا R، وعندي R هنا، يعني معناته كحول من الدرجة الثانية. طيب هذا شنو؟ كولينز، وفي ذرة هيدروجين يعني معناتها الدهايد، يعني شنو؟ يعني معناتها أكسدة للألدهايد. واللي بيطلعنا يا حبايبي بيطلعنا حمض كربوكسيلي، وحمض الكربوكسيلي هو OOH، يعني لازم في O، يعني كسرنا هذه الرابطة ومديناها وحطينا لها OH من نفس المكان. هبت شوية، نكسر هذه ونمدها مع ال H هذه ونحط لها، فهمتوني؟ تصير هنا OH، نشوفوها. عشان كده هو قاعد يقبل إنه يصير حمض كربوكسيلي، لكن لو كان كيتون، كيتون يكون في النص ما عنده هيدروجين، عشان كده ما نقدر نسوي له أكسدة. طبعا هذه سلف ريدنج، سلف قدرون. خلاص خلصنا، لا تنسوني من دعاكم، والله يوفقنا ويوفقكم، ومع السلامة، وانشروا للفائدة.